في العراق يواصل الجيش العراقي عملياته العسكرية في غرب البلاد بعد تمكنه من السيطرة بالكامل على جامعة تكريت عقب عملية إنزال نوعية، فيما أكدت هيومن رايتس ووتش أن مسلحي داعش أعدموا أكثر من 160 شخصا في غرب العراق. إلى ذلك دعا المرجع الأعلى السيد علي السيستاني جميع الكتل السياسية إلى الاتفاق على اختيار الرئاسات الثلاثة قبل جلسة البرلمان المقررة يوم الثلاثاء القادم. دعا المرجع الأعلى في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني التكتلات السياسية إلى الاتفاق على اختيار رئيس للوزراء ورئيس للعراق ورئيس للبرلمان قبل انعقاد المجلس يوم الثلاثاء القادم. جاء ذلك خلال خطبة ممثل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي في مرقد الإمام الحسين عليه السلام بمدينة كربلاء أمام آلاف العراقيين. بعد صدور المرسوم من رئاسة الجمهورية والذي دعت فيه أعضاء مجلس النواب الجدد الذين تم انتخابهم في 30 من شهر نيسان الماضي إلى عقد الجلسة الأولى لهم يوم الثلاثاء المقبل، فإن المطلوب من الكتل السياسية الاتفاق على الرئاسات الثلاث خلال الأيام المتبقية إلى ذلك التاريخ. وأضاف عبد المهدي الكربلائي أنه يتعين تجاوز الأزمات وعدم التفكير في تقسيم البلاد حلا للأزمة، معتبرا أن الحل موجود بالدستور، ودعا للابتعاد عن الشحن الطائفي والقومي والتعجيل بتشكيل الحكومة. ميدانيا يواصل الجيش العراقي عملياته لطرد مسلحي داعش من مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين شمال العراق، وبعد أن تمكنت القوات الخاصة العراقية من استعادة السيطرة على جامعة تكريت شن طيران الجيش غارات كثيفة على مواقع مسلحي تنظيم داعش من أجل حماية الجنود المتواجدين في الجامعة وتمهيدا لهجوم عام بهدف استعادة المدينة المحاصرة بالكامل من قبل قوات الجيش. بدورها أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مقاتلي تنظيم داعش أعدموا جنودا عراقيين بشكل جماعي في يونيو الحالي في تكريت، وذلك من خلال تحليل الصور الفوتوغرافية والصور الأقمار الاصطناعية. وأشار البيان إلى أن الحصيلة تتراوح بين 160 و190 رجلا أعدموا في موقعين على الأقل بين 11 و14 من يونيو، وأن عدد الضحايا يمكن أن يكون أكبر بكثير من عدد الجثث التي تم العثور عليها. وكان تنظيم داعش قد أعلن سابقا عن إعدام 1700 جندي في تكريت. إلى ذلك صد الجيش العراقي والعشائر هجوما شنه مسلحون على مدينة حديثة غرب الأنبار. من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ على هامش زيارته المفاجئة لعاصمة إقليم كردستان ولقائه رئيس الإقليم مسعود برزاني أن بلاده لن تشارك في العمليات العسكرية الجارية في العراق. بدوره أكد برزاني أن سيطرة الأكراد على كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها مع بغداد أمر نهائي، بعدما اعتبر أن المادة 140 من الدستور الخاصة بهذه المناطق لم يعد لها وجود، والتي تنص على إجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، وخصوصا كركوك الغنية بالنفط والتي تمثل أساس هذا النزاع. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استمرار موسكو في تقديم الدعم العسكري لبغداد، مشيرا إلى صفقات طائرات سوخوي التي ستصل إلى العراق قريبا.